مصرف الزيتونة هو بنك جديد لا يزيد عمره عن 6 سنوات، ولكن الحمد لله حقق قصة نجاح باهرة من حيث النتائج ومن حيث انتشاره في تونس وانتشار صورته حتى على مستوى العالم. بنك الزيتونة هذه القصة، قصة النجاح، هي نجاح أي بنك تشاركي اللي هو يتميز بأنه يحمل فكرة متأصلة، فكرة متميزة مبنية على الاقتصاد الحقيقي، مبنية على العدالة في التعامل مع الحرفاء. هذه الفكرة بتاع المالية التشاركية اللي تنفي كل غرر وكل يعني أساليب يعني غير سليمة. مصرف الزيتونة هو قصة نجاح، وتتمثل في وجود فكرة متميزة أصيلة، في وجود أيضا تنظيم محكم داخل البنك من حيث الإجراءات ومن حيث السياسات ومن حيث أيضا تفاعل كل الموظفين في إطار تحقيق الهدف المنشود. ثم مصرف الزيتونة قصة نجاحه هي أساسا في تواصله مع الحرفاء، تواصله الدائم. نحن في مصرف الزيتونة نتميز في أنه كلما نفتح فرع، ونحن نفتح 18 فرع في كل سنة، إلا ونقوم بالتواصل مع الجمهور، مع الحرفاء، نقوم بإعداد ندوات متعمقة لتعريف بالأدوات المالية التشاركية، وأيضا لأخذ استفسارات الناس والإجابة عليهم. إذن التواصل مع الجمهور هو عنصر أو هو سر نجاح مصرف الزيتونة، في أن هذا المنتج الجديد اللي هو يمكن كثير من الناس ما تعرفوش. صحيح الناس تتعاطف مع المالية التشاركية، ولكن ما هي المالية التشاركية؟ ما هي خصائصها؟ ما هو دورها؟ ما هي المنتجات متاعها؟ كيف تتعامل معها؟ كلما أوصلنا هذه المعلومات إلى الحرفاء بشكل واضح وسليم ومباشر، كلما نحقق إن شاء الله قصة النجاح. المالية التشاركية هي نجحت في كل دول العالم، ومن باب أولى وأحرى باش تنجح في تونس، وأيضا باش تكون ناجحة في المغرب. بالنسبة للمالية التشاركية في المغرب، هي أخذت اتجاه معين. نحن اليوم عنا في انتشار المالية التشاركية في العالم عنا مدرستين. المدرسة الأولى هي المدرسة اللي تنطلق من الواقع وتبدأ بإرساء بعض المؤسسات التي تندرج ضمن المالية التشاركية، ثم بعد ذلك يأتي التقنين ويأتي التشريعات. نحن في تونس الطريق اللي انتهجناه أنه أنشأنا بنك منذ 1983، بنك البركة، دون أن يكون هناك قانون وتنظيمات تنظم العمل المالية التشاركية. ثم أنشأنا في 2010 بنك الزيتونة أيضا دون وجود تشريعات وقوانين، وهذا الأسلوب له محاسنه كما له أيضا السلبيات متاعه. المنهج الثاني هو المنهج اللي اليوم المغرب اتخذه، وهو المحاولة وضع الأسس والأطر التنظيمية والإشرافية والقانونية حتى يضمن نجاح التجربة بالكامل منذ انطلاقها. كل هذا الأسلوب أيضا له إيجابياته، ولكن أيضا له سلبياته. يعني السلبية اللي هي ممكن احنا نستطيع أن نتفاداها في هذا المنهج الثاني، هو منهج أفضل وسليم باش تضع كل الأطر الكاملة، ولكن لابد أن لا يكون هذا على حساب الزمن، لأنه عنصر الزمن عنصر مهم جدا، وأي تأخير في هذا، لأنه سبحان الله يعني احنا في تونس لما جينا نضع القوانين استفدنا من التجارب السابقة العملية ووضعنا القوانين حسب ما اكتشفناها من احتياجات. اليوم المغرب سينطلق من الاحتياجات، سينطلق من التجارب السابقة، سينظر فيها ثم سيضع القوانين بما يتلائم مع ذلك. والقوانين تتطور أيضا عبر الزمن، ولذلك أنا أرى النموذج المغربي في هذا نموذج جيد وسليم، ولكن لابد من الإسراع فيه، لأنه الإطالة اليوم احنا خسرنا برشا وقت في المغرب العربي. المالية الإسلامية عندها 40 و45 سنة في العالم، نحن في تونس وفي المغرب بدأنا متأخرين، فلاجب أن نضع الأسس السليمة، ولكن لابد من الإسراع بإعطاء هذه المالية الإسلامية عناصر قوتها وعناصر إيجابيتها للظهور على الساحة المصرفية. شوف، هي تسمية بالمالية التشاركية أو المالية الإسلامية، أو بعضهم يسميها المالية الإبراهيمية، لأنه هذه المالية كلها
تقوم على أساس مبادئ. هذه المبادئ إذا أردنا أن نقول بأن هذه المبادئ من أين جاءت، نحن نقول بأنها مالية إسلامية لأنها تأخذ أسسها وثوابتها من الفقه الإسلامي، ولكن هذه الأسس والمفاهيم والمبادئ هي ليست موجودة فقط في الإسلام، موجودة في الإسلام، في المسيحية، حتى في اليهودية، ولذلك بعضهم يسميها المالية الإبراهيمية. هناك من يعطيها اسم التشاركية باعتبار وصف طبيعة العمل متاعها، وأن طبيعة المشاركة في الربح والخسارة وطبيعة العلاقة التي تجمع البنك مع حرفائه علاقة تشاركية. فهي نحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، هي تسميات تؤدي إلى أنه هذا النموذج هو نموذج مصرفي يأتي يندمج ضمن النموذج المصرفي الموجود ليكمل هذا النموذج بآليات مختلفة. يعني اليوم المالية التشاركية هي جزء من المنظومة المصرفية القائمة، ولكن عندها بعض المبادئ التي تعتمد عليها. هذه المبادئ قد نعتبرها مبادئ تشاركية أو مبادئ إسلامية أو مبادئ إبراهيمية، لا فرق في ذلك. المهم أنه اليوم كما هناك البنوك التي تأخذ تتوجه في استراتيجيتها نحو اعتبار البيئة واعتبار الاقتصاد الأخضر وعدة أسباب، نحن هذا النموذج يكمل النسيج المصرفي الموجود، ولكنه يلتزم بمبادئ وأسس معينة وهي مستمدة من الفقه الإسلامي.